بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة في الأسلوب الأخير، وهو سيبها، هي عايزة تحضر الدرس يا ابني، تعال تعال، سيب القطة دي، طلعوها 3 مرات وبترجع، خلاص بقى سيبها، هتعمل عقلك بعقل قطة، خلاص هي مرة، يمكن جن جاي في صورة قطة يحضر الدرس يعرفك، أو بتتمم عليك وبتاخد حضور وغياب، مين اللي حاضر ومين اللي، طالما طلعتها مرة واتنين ورجعت، خلاص بقى ده قدر الله، اصبر بقى، فهمت ازاي؟ توقفش ضد القدر بقى. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنونه البليغة في الأسلوب الأخير، 55 في بعض الألفاظ التي يكثر استعمالها في القرآن. اليوم نتكلم على كلمة سأل، أحيانا تأتي سأل واسأل فاسأل في سور كثيرة في القرآن، فكلمة سأل تتعدى لمفعولين كأعطى، ويجوز أيضا الاقتصار على أحد المفعولين، ثم قد تتعدى بغير حرف، يعني ممكن تقول إيه، واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، فاسألوا أهل الذكر، وأحيانا تتعدى بالباء، سأل سائل بعذاب واقع، أو بالباء هي بعذاب واقع، وأحيانا تتعدى بعن، كقولك سل عن زيد وكذا، واسألهم عن القرية. المتعدية بقى لمفعولين اللي هي بمعنى أعطى، يعني زي أعطى، يعني مش بمعنى أعطى، تأتي زي أعطى، أعطى بتيجي برضو تتعدى المفعولين. المتعدية لمفعولين 3 أضرب، يعني 3 أنواع، أحدها أن تكون بمنزلة أعطيت، كقولك سألت زيدا بعد عمري حقا، أي استعطيته أو سألته أن يفعل ذلك. والثاني بمنزلة اخترت الرجال زيدا، كقولك ولا يسأل حميم حميمة، أي عن حميم لذولي عنه. والثاني أن يقع موقع الثاني منهما استفهام، كقوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، فالمعنى سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعذاب واقع، مش هم استعجلوا العذاب، كانوا عايزين يستعجلوا العذاب، لكن النبي وجوده كان مانع لوجود العذاب لأنه رحمة. فذكر المفعول الأول وسؤالهم عن العذاب إنما واستعجلهم له كاستبعادهم لوقوعه ولردهم ما يوعدون به منه. وعلى هذا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وأما قوله تعالى واسألوا الله من فضله، فيجوز أن تكون من فيه موضع المفعول الثاني، يعني انت اسألوا الله، ادي المفعول الاول لفظ الجلالة، مش كده برضو؟ طب والتاني السؤال بقى من فضله، فضل الله ده مفعول تاني برضو، ما هو الاتنين ايه، وقع عليهم الفعل. وان يكون المفعول الثاني احيانا محذوفا والصفة قائمة مقام. واما قوله يسألونك كأنك حفي عنها، فيحتمل ان عنها متعلقة بالسؤال، كأنه يسألونك عنها كأنك حفي عنها.
فحذف الجار والمجرور، فحسن ذلك لطول الكلام، ويجوز أن تكون عنها بمنزلة بها وتتصل بالحفاوة. والحفاوة أن يبقى محتفل به، يعني إيه؟ يعني مهتم بشأنه، يقضي ما يسأله، يقبل شفاعته. أدي المعنى يعني. في زيادة بقى في إيه، حملها لك مش موجودة هنا في إيه، في الطبعة المطبوعة، تفتح قوس كده، دي زيادة في موجودة في المخطوطة ولكن لم تثبت في المطبوعة. بيقول إيه؟ وتارة بالباء وتارة بعن، كالسؤال، ويدل على تعلقه بالباء قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. لأن إيه؟ قال إنه كان بي حفيا بعد إيه؟ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي إيه؟ شقيا. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. به أي مسؤولا خبيرا، اللي هو النبي يعني، عشان ربنا قال له بعد كده في إيه؟ وإذا سألك عبادي عني، فدل أن الخبير المطلوب هنا في سورة الفرقان هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع نسأل تبين بسؤالك، يبقى كل ده ليس موجود في المطبوع. نقولها تاني عشان اللي عايز ايه يكتبها: وتارة بالباء وتارة بعن، كالسؤال، ويدل على تعلقه بالباء قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي مسؤولا خبيرا. ومع نسأل تبين بسؤالك. في حتة يا سيدي ايه؟ وخبيرا مفعول به، أي فاسأل عنه خبيرا. وخبيرا مفعول به، أي فاسأل عنه خبيرا، أي سؤال خبير. ومع نسأل يعني تبين بسؤالك. يعني في حتى جملة هنا ساقطة كمان. الظاهر ايه؟ المخطوطات متفاوتة، بعض المخطوطات تبقى أكمل من غيرها. طيب، أي مسؤولا خبيرا، نحط ايه بقى؟ وخبيرا مفعول به. وخبيرا مفعول به، أي فاسأل عنه خبيرا. أي فاسأل عنه خبيرا، أي سؤال خبير. أي سؤال خبير. وما نسأل تبين بسؤالك. تمام، يبقى في الجملة دي كمان كانت ساقطة. طب ونقف عند هذا الحد، وغدا نتكلم على وعد وود. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفر عن ذكري الغافلون.